هاي أطفال الشوارع هن الأطفال تحت سن 18 سنة يلي بيعيشوا بلا مأوى وبيقضوا ساعات طويلة من يومهم بالمساحات العامة إن كان بصورة دائمة أو شبه دائمة، ومن بينهم يلي بيشتغلوا كمتسولين وبائعين متجولين. بيتقدر عدد هالأطفال بحوالي 150 مليون طفل سنوياً. أسباب هالانتشار الكبير هي عدم اهتمام الحكومة بمتوسط دخل الفرد وعدم إنشاء أماكن للرعاية، غياب التعليم المجاني، الفقر، الأوضاع العائلية الصعبة وتفكك الأسر وحجمها الكبير بعدة أحيان. أطفال الشوارع بيتعرضوا لعدة مشاكل صحية، ومنها التسمم الغذائي بسبب تناول أكل فاسد، الجرب، التيفويد، فقر الدم ومشاكل تنفسية. مين قال إنه الخطر النفسي عليهم كمان مرتفع وبيشمل تداعيات العنف والاعتداء الجنسي وغيرهم؟ أنا قال. شوفكم بكرة.